فضيلة الشيخ عطية صقر، ما منزلة بر الوالدين في الإسلام؟ بر الوالدين حق مقدس تقضي به الفطرة السليمة وتدعو إليه جميع التشريعات والأديان، وجعله الإسلام ثاني واجب بعد الإيمان بالله وعبادته وحده. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، كما في حديث البخاري ومسلم: حتى لو كان الوالدان كافرين، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن آثار بر الوالدين البركة في العمر وبسط الرزق وتفريج الكربات واستجابة الدعاء وبر ولده به وكفارة الذنوب ورضوان الله ومفتاح دخول الجنة، وكل ذلك وردت به الأحاديث. مظاهر البر طاعتهما فيما شرعه الله، وتوفير ما يحتاجان إليه من أنواع النفقات، والارتقاء بهذا البر من حده الأدنى إلى ما هو أحسن، كمحبة أصدقائهما وعدم التأفف منهما، وبخاصة عند الكبر، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا البر يمتد إلى ما بعد موتهما، كما في حديث أبي داود وابن ماجه حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قائلا: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما، وكذلك القيام بالحج عنهما إذا قصرا فيه، وكذلك قضاء الصوم والزكاة. أما الصلاة فلا يجوز قضاؤها عنهما مطلقا، وإنما يصلى لهما نفلا ويوهب ثوابه إليهما. والأم كما نصت عليه الآيات والأحاديث لها قدر من البر أكبر من الأب، وذلك لضعفها وحملها ووضعها وتربيتها لأولادها، والله أعلم.